بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام وبعثة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فقد كان الناس قبل بعثته في جاهلية جهلا وضلالة عميا، يعبدون ما يشاءون وما تمليه عليهم أهواؤهم من الأشجار والأحجار والأصنام والملائكة والأولياء والصالحين والأنبياء، لأن العبادة فطرية فيهم لا يتخلون عنها، فهم عباد مهما كانوا. ولكن لجهلهم وبعدهم عن آثار الرسالات صاروا يضعون العبادة في كل ما يهوون، ويتركون عبادة الله الذي خلقهم ورزقهم. فلما بعث الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. فاستمر كثير منهم على عبادة الأصنام، وأبوا أن يرجعوا إلى عبادة الله. والله جل وعلا قال لهم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لكنهم مع هذا أصروا وتمردوا وأبوا أن يفردوا الله بالعبادة. ولكن الله من على كثير من العقلاء فآمنوا بالله عز وجل، وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ورجعوا إلى عبادة الله، وبقي الكفار والمشركون على دينهم، على دينهم الباطل. ونجم طائفة ثالثة لم تصبر على مواجهة المسلمين، فأظهرت الإسلام علانية وهي باقية على الكفر باطنا، وهم المنافقون. وذلك لما قوي الإسلام وقامت راية الجهاد في سبيل الله، حينئذ كان لا بد لهم أن يعيشوا مع المسلمين ويظهر الإسلام
ويبقوا على الكفر ويكيدون للإسلام من داخله، والكفار يكيدون للإسلام من خارج. ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وبين عداوة الكفار وعداوة المنافقين وحذر منها. قال سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقال سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وقال عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فيجب على المسلمين الحذر من الكفار والمنافقين، وأن لا يأمنوهم أو يتساهلوا في شأنهم، بل عليهم أن يأخذوا حذرهم من كيدهم ومكرهم. وإن أظهروا لنا الصداقة وأظهروا لنا المودة فإنها تأبى قلوبهم، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم كافرون. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هذه نفسية الكفار والمنافقين نحو المسلمين دائما وأبدا. فيجب على المسلمين أن يكونوا على حذر من عدوهم، وأن يتمسكوا بدينهم، وأن يحذروا من حبائل الكفار والمنافقين وحيلهم ومكرهم وخداعهم، ليكونوا على حذر دائما. والآن لما عجزوا عن القضاء على الإسلام بالسلاح، رغم ما بذلوا من القوة والتهديد والغزوات، وصار الإسلام يزيد ولله الحمد والناس يقبلون عليه في كل مكان، لما رأوا أنهم لا حيلة لهم في صد الإسلام عن الانتشار في الأرض، لأنه دين الحق الذي تقبله النفوس وتقبله الفطر السليمة، لما رأوا ذلك عدلوا إلى حيل مستورة يكيدون بها للمسلمين. عدلوا إلى غزو المسلمين بالمسكرات والمخدرات التي تفسد العقول وتفسد الأبدان، فهم يمنعونها في بلادهم ولكنهم يزرعونها ويصدرونها إلى بلاد المسلمين لأجل أن يفسدوا عليهم شبابهم ورجالهم، فينهمكوا في المسكرات والمخدرات حتى تنهد قوة الإسلام. ولكن المسلمين ولله الحمد تنبهوا لهذه المكائد،
نسأل الله أن يعين ولاة أمور المسلمين على صد هذا العدوان الغاشم من طريق المخدرات والمسكرات، ثم عدلوا إلى تخريب الأفكار بالشبهات والشهوات، بالشبهات في القناة الفضائية يشككون في دين الإسلام وفي رسول الإسلام، يشككون في القرآن، يدعون إلى الكفر في الفضائيات التي تغزو بلاد المسلمين وتدخل في بيوتهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فعلى المسلمين أن يحذروا من هذا الفكر المنحرف، ويربون شباب المسلمين على التنكر لدينهم من طريق الغلو في الدين وتكفير المسلمين والقيام بالتفجير والتدمير، كل هذا بإيعاز من الكفار، إيعاز سري أو إيعاز ظاهر. فإن كان في البلاد قوة للمسلمين فيكون الإيعاز سريا، وإن كان في البلاد انفلات وضياع صار مكشوفا، كما هو معلوم في كثير من البلاد التي فيها الإسلام وفيها المسلمون بكثرة. فهم يغزون المسلمين بغسل أدمغة شبابهم بالأفكار المنحرفة وصدهم عن الدراسة وعن تعلم العلم النافع وعزلهم عن العلماء وتلقينهم هذه الأفكار الخبيثة التي هي ضد المجتمع المسلم. هذا من ناحية الشبهات. ومن ناحية الشهوات، غزوا بلاد المسلمين بطريق الفضائيات والإنترنت وما يسمى بالشبكات العنكبوتية، يبثون فيها الجريمة، يبثون فيها العري المكشوف، يبثون فيها عمل الجريمة ومباشرة الجريمة جهاراً أمام من ينظر إليهم من شباب المسلمين ومن نساء المسلمين، بل وحتى من أشباه الرجال ولا رجال، الذين يدخلون هذه الوسائل في بيوتهم ويتغافلون عنها، أو إذا طلبها النساء والأطفال أجابوهم وقالوا علشان ما يروحون للجيران ويروحون لكذا وكذا، يعني تخربهم في بيتك لئلا يخربوا عند الجيران. الواجب أن تحزمهم، لا تتركهم يذهبون للجيران ولا أن تدخل عليهم أدوات الفساد، أنت وليهم وأنت راعيهم وأنت المسؤول عنهم. فأنت تقول لا بد أنهم يفسدون، لكن كونهم يفسدون عندي وفي بيتي أحسن من أنهم يفسدون خارج البيت. هذا مكر من الشيطان وخداع من الشيطان. فعلى المسلم أن يتنبه لهذا الأمر الذي داهم المسلمين الآن. فلا بد أن يقف المسلمون صفاً واحداً رعاة ورعية في وجه هذا الزحف الغادر الماكر الذي يجتاح بلاد المسلمين. فالأمر خطير جداً، على المسلمين أن يتنبهوا لذلك، وأن يتنبهوا لكيد أعدائهم ومكر أعدائهم الذين لا يريدون أن يأخذوا دراهم أو يأخذوا البيوت أو يأخذوا، هذه أمور لا ليست ذات قيمة عندهم، لكنهم يريدون أن يدمروا عقيدتهم وأن يدمروا دينهم وأن يدمروا سلوكهم وأخلاقهم وأن يدمروا قوتهم. هذا ما يريده الكفار. فغزوا المسلمين بهذه الوسائل الخبيثة الماكرة. ثم أيضاً المنافقون الذين يعيشون معنا وهم من أولادنا ومن جيراننا ينتشرون بيننا ويروجون أفكار الكفار ويكونون سماسرة لأفكار الكفار، يروجونها ويدعون إليها
ويكتبون المقالات في الصحف والمجلات في مدح ما يرد من الكفار من الأفكار الخبيثة، ويسمون ذلك تقدماً وحرية وديمقراطية إلى آخر ما يقولون، وأن التمسك بالأخلاق وبالدين هذا كبت للحريات وهذا وهذا. فعلى المسلمين أن يتنبهوا للعدو الخارجي والعدو الداخلي، والعدو الداخلي أشد لأنه يعيش معنا ويتسمى بأسمائنا وينطق بلغتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم في موقف خطير، لكن اعتصموا بالله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله، قد قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا عدوكم، واحذروا من مكرهم، وأعدوا العدة لمقاومتهم فكرياً واقتصادياً ومادياً، حتى لا تنخدعوا بأفكارهم وحيلهم. وقى الله المسلمين شرهم ورد كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه سلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن هناك عدو ثالث غير الكفار والمنافقين، وهم المبتدعة من الصوفية وغيرهم، الذين يدعون إلى تغيير السنة ونشر البدعة، يدعون إلى الخرافات وإلى المبتدعات. قد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم، قال عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهؤلاء عدو ثالث، أو كما يقولون طابور ثالث، يريد أن يحول السنة إلى بدعة، وقد نجحوا في كثير من البلاد إلا هذه البلاد، ولله الحمد، فإنهم مهزومون، لأن هذه البلاد بلاد التوحيد وبلاد السنة. ولكن عليكم بالمحافظة على هذه النعمة العظيمة، والوقوف في وجوه هؤلاء، وإنكار هذه البدع أن تسري بينكم أو بين أولادكم أو نسائكم. تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن هذا الدين يحتاج إلى جنود، ويحتاج إلى حراسة، ويحتاج إلى من يحمله ويقوم به ويدعو إليه ويبلغه. فإذا تخاذلتم وتركتموه تسلط الكفار والمنافقون والمبتدعة فهدموا هذا الدين، وأنتم تنظرون إليهم. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الواجب علينا عظيم جدا، فإن الله حملنا هذا الدين، حملنا هذا الدين أن نقوم به، وأن ندعو إليه، وأن نحافظ عليه، وأن نرد عنه كيد الكائدين.
وهذا لا شك أنه يحتاج إلى علم ويحتاج إلى بصيرة ويحتاج إلى اجتماع كلمة ويحتاج إلى رجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله ويحتاج إلى رجوع إلى أهل العلم الراسخين في العلم حتى نكون جماعة واحدة في وجه هذا الغزو المتنوع. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه، إنه سميع مجيب. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد أمننا واستقرارنا بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واكشف نواياهم وخططهم، واجعلها سبباً للقضاء عليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم دمر أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين والمنافقين والمرتدين. اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم. اللهم فرق جماعتهم وأضعف قوتهم واردد كيدهم في نحورهم. اللهم سلط بعضهم على بعض واشغلهم بأنفسهم عن المسلمين، إنك على كل شيء قدير. أنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلاً، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.